بسم الله الرحمن الرحيم. الاتفاقية اللي هي عندها صدى اللي خدمنا عليها أكثر من زد أربع شهور، واتفاقية اللي كتقول مواكبة ديال التجار والمنتسبين والمقاولين الصغر وجد صغرى ومتوسطة كذلك، اللي تكون مواكبة وعطيناهم يعني داخل هذه المؤسسة هذه اللي غادي تكون عندهم واحد المكتب ديال التجاري وفو بنك اللي تابع الغرفة، اللي غادي يكونون بعض الموظفين ديالنا هنا، اللي غادي يكون التاجر أو المنخرط، اللي غادي يكون يعني عنده أريحية باش يكون داخل هذه المؤسسة هذه، وكنترتيو الدوسي ديالو وكنصيفطوه للبنكة باش تكون البنكة مواكبة معنا في هذا الاتجاه اللي غاديين معاهم ان شاء الله. لا المساطر هي البنك، انت كتعرف البنك الا ما عندكش الدوسي كامل ومكتمل راه ما تمشيش معك، ولكن حنا بغينا نبسطوا المساطر ويكون الثمن عاود ديال الثمن اللي غادي يكون تفضيلي، ما يكونش شي ثمن ديال لي زانتيري تكون عاليه اكثر من السوق. حنا هذه تجربه بغينا نديروها معاهم وبغينا نعموها في الدار البيضاء السطات ومن بعد تعمم في المغرب كلشي، باش المقاول يكون داخل المؤسسه ديالو ما يكونش عنده احراج ما يمشيش للبنك كيجي للمؤسسه. والضوء حنا كنكونوا جسر ما بين البنك وما بين المؤسسه ديال التجاره والصناعه والخدمات الدار البيضاء، وهما يعني مفهمين هاد المشكل ديال التجار اللي ربما كاين اللي ما كيقدرش يمشي للبنك، اللي ما عندوش وقت، اللي كيحشم، اللي ما عنده ملف ما مكتملش، يعني كيمشي ويجي. ولكن هنا في هاد المؤسسه هادي غادي يكون ان شاء الله في اقرب وقت غادي يبداو يمكن الاسبوع اللي جاي ان شاء الله تبدا التكوينات ديال الاطر ديالنا هنا باش يبقاو يشدوا الملفات ديال المنخرطين.